صار الموضوع في اتهام مباشر لنانسي بالسرقة. ثورة الجديد نانسي زعبلاوي. لم يتم نسب الأغنية لنانسي زعبلاوي، ما صارت، لا نحن نسبناها ولا نانسي ولا الإعلام بشكل عام. إن شاء الله تحب، عملنا شيء كتير حلو بالصورة وبالصوت. بكرة الساعة 7 شلون بدي أشوف ما بعرف على أي رابط، يا ريت تبعتي لي أنت الرابط. على وشك إن شاء الله غنيت يا مرحنا، يعني هالكم يوم اللي جايين بدها تنزل. بدي من بعد إذنك بس معلومات الملحن كاتب الكلام، بس من شان أنا نزلون على يعني على الشارع من بعد إذنك. ويلا إن شاء الله تحب، عملنا شيء كتير حلو بالصورة وبالصوت، يعني إن شاء الله إن شاء الله تحب. أنا كل شيء غنيته ألحاني دانا وتوزيعي، أغنية مرحنا ومشينا كمان ألحاني وكلمات جورج عشري. ما بعرف شو بدك تعملي فيها، موفقة يا رب العالمين وإن شاء الله خير وربي يوفقك بكل أعمالك. أول شيء أنا بس بدي أرجع أقول لك شكرا صراحة ألف مرة مو مرة واحدة، لأنه ما بتحس بالفخر اللي أنا حاسة فيه إنه هاي الأغنية رح تزين ألبومي المتواضع. شكرا كتير لك، بس بكرة الساعة 7 شلون بدي اشوفها ما بعرف على اي رابط، يا ريت تبعتي لي انت الرابط لشوفها. باذن الله يكون كل شيء خير وربي يوفقك وينجحك. أول شغلة، لم يتم نسب الأغنية لنانسي زعبلاوي، ما صارت، لا نحن نسبناها ولا نانسي ولا الإعلام بشكل عام، لأنه الناس كلها بتعرف أنه هاي الأغنية أغنية الأستاذ نعيم حمدي. اثنين، نحن لما تم التواصل مع الأستاذ نعيم كنا قاعدين كل فريق عمل الأغنية وكنا عم نحكي، واقترحنا بنفس اللحظة يعني بلحظة آنية اقترحنا على نانسي الموضوع. نانسي ما كان عندها فكرة عن الموضوع ولا كانت ببالها كل القصة، بنفس اللحظة وتم الاتصال مع الأستاذ نعيم. وخلال هذا الاتصال اللي كان مفتوح في سبيكر كنا كلاتنا عم نسمع، قال بالحرف الأغنية لإلك، فيك تعملي في اللي بدك يا. وبعد هذا الاتصال قالت له نحن رح نضل على تواصل وحطك بخطوات التنفيذ. ليش نحن لنتصل فيه إذا بدنا نعمل الأغنية نغنيها بحفل؟ ليش من إمتى الفنان بياخد إذن فنان آخر إذا بده يغني الأغنية بحفل لايف بحفلة؟ لما تم الاتصال مع الأستاذ نعيم نحن قلنا له بالحرف شو بيترتب على تنفيذنا لهي الأغنية، فهو كان جوابه تبع أنه الأغنية ملكك، بتقدري تعمل فيه اللي بدك إياه. بعد هذا الاتصال صاروا يتواصلوا مع بعض على الواتساب، وصار يبعث الأستاذ نعيم أغنية مشكور ويقول فيك تختاري منهم اللي بتحبيه لتغني، يعني مو بس هو عرض كمان أغاني تانية. ما تواصلنا بينه وبينه، برجع بأكيد للمرة الثالثة، سألنا شو يترتب على تنفيذنا لهذا العمل. يترتب ماديا، يترتب أي شيء بده، أي شيء تقولي لي بدي منك مصاري، بدي منك تنازل، بدي منك كذا، بدي منك تكريم، بدي منك شكر، بدي بدي بدي. بس لما بتقولي لي إياد روح اعمل اللي بدك يا أنت، معك كامل الصلاحية. تمام، هلأ ما حب طريقة التنفيذ هو حر، يعني هذا كتير بحترمه أنا، بجوز ما ناسبه طريقة التنفيذ هو حر، بالنهاية هو هون يعني كمتلقي مثلا ما حب هو حر. لو كان بباله طريقة مختلفة للاتفاق نحن كنا جاهزين، لأنه نحن يعني بجوز الناس ما بتعرف وما نمتابع نانسي. نانسي مغنية لأهم العالم، يعني نحن بأرشيف نانسي العالم فيها ترجع على اليوتيوب، أغذية أغاني خاصة من رامي صبري، من أحمد زعيم، من حلمي بكر، من مروان خوري، ويعني عرفتي شو في عند أغاني كمان حاصدة الملايين.
أول شيء أنا بحترم رأيه وبحترم وجهة نظره، وفعلا نحن دعينا لأنه يحضر حفل نانسي. أنا ما بعرف إذا هو فهمان أنه إحنا دعينا لعرض رقص شرقي بدها تقدمه نانسي زعبلاوي على دار الأوبرا، يعني مو مشكلتنا بقى إذا هو فهم هيك الموضوع. نحن دعينا على حفل غناء شرقي تحيه نانسي زعبلاوي مع أوركسترا. العرف على دار الأوبرا على مسرح الدار أنه الفنان بيوقف ملتزم حتى سلام ما لازم يسلم على الناس. الشو بيصير بالمسرح الغنائي، بيصير بالعرض الرياضي، بس ما بيصير بحفل غناء شرقي. بدي اضيف شغلة، انه هو ذكر اغاني موشح لسيد درويش ومارسيل خليفة وعد وفايزة احمد، مع احترامي لكل اللي ذكرهم، ناسي بحياتها ما غنت لهم هدول الاشخاص، فما بعرف على اي حفل عم يحكي هو، شكله حضران حدا ثاني يمكن.